آخر مرة بليز تعالي أوتاوا، قالت أوكي احجزي لي معك، وصدق رحنا أحلى شيء. أين أروانا؟ يا مامتك وين؟ مامتي هنا جالسة، إيش هذا الصوت؟ أها تخلي هذه الثلاجة جابتها لي، كانت ثلاجتي بيضة وصغيرة، مو صغيرة بس إنها بيضة عادية باب واحد، فجابت لي هذه. شكرا أحمد، جاهزة مفاجأة. فتحت الدستر فيها، اسمع انتبه، ها انتبه على نفسك، انتبه على نفسك. تو أبي تو أروى، خلاص ممكن تكوني سبية، ما شنو سبية، صبية كينج صبية. جتام thank you happy to see you thank you. أخي ليه دائما يمدحوني حسابات وهمية؟ Are you from that? No, no. I wanna say thank you. والله لازم أفتح حساب. لازم أفتح حساب حسابي. بحساب جوال ثاني. مثل الجاري اسمي، أعطوه ميوت هذا الكلب، ليه كلهم أجانب؟ لأن شريحتي أجنبية، فالإكسلور يطلع عند الأجانب، أنا لسه متابعين يدخلوا. هذا ليه يسوي كذا؟ ليش بيو بيترينج؟ نو ضافرك حلوين، شكرا. افتح جاكو حبيبي، جاكو ما في احد، حرفيا ما في احد، ما في غير المتابعين اللي طلعوا من التيك توك، روحوا جاكو بس، هذول صح، هذول موجودين بجاكو بس صح، حتى ما في اجانب ابدا. وجاك ياخذ معلومات ترى، يمكن افتح فيه بس افكر، مو مقتنع بجاك الحين. ما صرت سامر انك شفت حلال، نسيت والله. ثانك يو فادي، مشكلة مو اللي فاتح حسابات وهمية، المشكلة اللي مسوي نفسه اجنبي يتحدث انجليزي وكتبه ثابته مضروبه، خله ما عادي، المهم اذا فهمنا اذا ما فهمنا خلي على الله، جربي غير وجهه نظرك. مين في جاكم؟ خل نفرض ناخذ اسم مشاهير من جاكم، مين في مشهور بجاكم؟ مين يبث بجاكم؟ حسين، ذاك حسين عرفته، في متابعينه صح، متابعين اصدقاء بس، اذا بروح هناك ما حد بيعرفني، حرفيا ما حد يعرفني اذا رحت جاكو. مبروك، ليش مبروك؟ مبروك على ايش؟ راح تصيرين زوجتي. وين؟ قاعد باقي عايشة. طيب الحمد لله، كلامكم غريب. سلام تون نجية، سلام. Why don't you come live in America? It's not my choice.
وين لهجة مالتي؟ حاليا أتكلم لهجتي سعودية، بس أنا من الأردن. أنا نص أردنية نص عراقية، يعني أمي عراقية أبوي أردني، فأنا ميكس. واثقة من حالها؟ مين؟ مين واثق من حاله؟ يعني تكتبي، يعني مو تطقطق علي. والله يعني انت فجأة ساكتة ما قلت كلمة غير واثقة من حالها، احسب جالسة تهاوشيني. بس كلامك اردني مو عراقي، كلامي سعودي لا اردني ولا عراقي. قولي خالت امي لهلق ما عملت لي ماما. تذكري يوم كنت في الديسكورد عندنا في البيت وقلت لك خليت تكلمي شخصين، ففي واحد قال لك سوي لي منسف، قول له هلا ما سويتي له. واحد من ديسكورد. اهلا بهل الاردن العراق، تعالي عندنا مصر ان شاء الله. والله ودي ازور مصر ان شاء الله، بس انت في بريطانيا ليش اجي؟ قلت تعالي مصر وهو في بريطانيا. لهلا ما تبلى اللهجة. شكرا. مولي جدا صح. أنت في ألمانيا؟ لا شنتم جين كواري تشنكس. أسمعه كل مرة أفتح لايف يجيني هذا الشخص واحد يقول لي يش جين كواري your tongue is brown what can you clean it for me thank you ألان. ألان I remember you ألان from أمي تي في the Kurdish yeah the Kurdish guy I'll clean it for bro. يا الله أنا أقصد خلاص اسكت اسكت. بسمة what do you mean بسمة؟ قال لك ولدي أو أكحل لون أحواجبك. إيش عربي؟ كيف بدنا نتأكد أنت أردني؟ راح نختبرك. قلعت بندورة. تبوني أحكي أردني؟ أحكي أردني. كيفك؟ بخير وأنت كيفك؟ Just tired of all the way from. Don't worry. إيه أحكي. أوكي. يلا راح أحكي أردني. عراقي صعب عراقي. إذا تكلمت إذا حكيت عراقي تقوموا تتمسخرون، تقوموا تضحكون علي، تضحكون علي، تضحكون علي. ما اعرف هواي عراقي، ما اعرف احكي. تضحكون اي. بدأتي جامعتك اي اليوم اول يوم دومت في بلد؟ انا في كندا. You like lion? I am one. I'm a lion. My birthday is August 18th. Yo, that looks like Canada. No, I'm not. How does it look like? I'm in the basement, literally. حاولي تحكي مصري. أي أسطى عاوزني أحكي مصري. ما أعرفش والله. ده أنا من القاهرة. لا ده أنا من دمنهور. بحكي مصري مش قوي. خلاص كفاية مصري، يضحكون علي الحين. طيب اوكي خل نتكلم اردني. خل هذا اكثر شيء اعرفه. اردني سعودي عراقي صعب هوايه كردو. احكي عراقي
ماما إذا أمي العراقية ما تعرف تتكلم عراقي، تعرف تعرف تحكي عراقي؟ يلا احكي احكي وياي. هي هي تعرف كلمات بس لهجتها مو عراقي. احكي يابا. يابا عزا كذا عزا هربا منها الليبية. ماما ايش ايش كانوا ايش كانت ام فهد تقول بالليبي؟ بابا كان يتكلم شي بالليبي صح؟ شي طرقات ما طرقات. اي كيف تمشي في بلاد بدون طرقات صح؟ أيوة. كيف تمشي بلاد من غير طرقات؟ سهلين فولو شكرا مخطوبة لنفسي. شوفوا مخطوبة لنفسي. انتي هيك على نادي على عادي. سلام خبل سلام. لا والله جد مخطوبة. ايه وين امك عراقي؟ امي مواليد بغداد.